مالي بمر وضع هذه طال عمرك المشاكل تحصل بين اي اخ واخو اللي قلتها ولا فيها خلاف صدقت تصير بين كل اخ واخ صدقت لكن هذه والله العظيم منها ابرك الساعات اللي وصلنا فيها ابو راشد وريح اخو بيض الله وجهك دنيا واحد يرفع قدره وحنا من هالمكان نشكر هندي بن عمرو بيض الله وجهه الاخ الاكبر لمحمد وعلمه غانم رايته بيضه والله يوم سمعت القصه من محمد يوم الاحد انه ما هنالي نوم حرص كل الحرص اني اتواصل مع المقربين محمد واهله فجانا رقم الرجال وتواصلنا بفضل الله وجزاه الله خير على طول قال تم محمد اخوي ايش فيكم انتم فحنا اليوم زد خيرك تطبيقي اليوم زد خيرك عملي اليوم الحمد لله ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب الاجر لنا ولكم حتى للجمهور اللي جزاهم الله خير هم اللي مبادرين ويكتبون فحنا الان نبي يعني مع الفرحه هذه وانا عارف ان محمد اليوم اللي راح ضايق صدره وكل شوي يجي عند الاداره انا ضايق صدري علشان هالموضوع لكن فضل الله سبحانه وتعالى اخوه وصل اليوم ونبي نسمع الحين محمد ايش تقول محمد بحضور هندي اقول مرحبا والله بحبيبي مرحبا بحبيبي وتاج راسي وحزام جنوبي هذا حزامي انا يوم فقدت حزامي ما غير كني ضايع من الدنيا والله كني ضايع هو صحيح ان هذول كلهم اخواني والله العظيم اني ما عدهم الا اخواني اقسم بمن انزل القران على محمد واني اتمنى كل رجل فيهم كل رجل فيهم اتمنى هو اللي يصير المركز الاول اتمنى كل رجل فيهم ان في خير وصحه عظيمه والله العظيم اني حتى الرجل هذولا كل يعني من ما جاء اتصال من ام واحد فيهم والله العظيم اقسم بالله يا كل ام تدق وتتصل ويشتغل صوتها في سبيكر اني ما عندها الا بهمه بدون حمد ما عندها الا امي يا اخي احس بقرب انا مجرد ما اسمع صوت والله مجرد ما اسمع صوت الام اني احس بقرب من صوب الرجال هذا فواز وين فواز؟ فواز كلمته امه يوم من الايام والله يا جماعه اني ما قدرت انام قلت لها اسمع يا فواز والله انت تدخل القريه والله تدخلها لو اطلع انا ورحت الاداره قلت انا طلعوني انا ما ابي ادخل بس الرجال هذا دخلوه الرجال هذا تاثر نفسيا يوم سمع صوت امه الله يرفع قدره انا ما تحمل يا اخي والله ما تحمل كيف اخوك هندي حضر انا مالي الا اثنين هندي وخالد الله يحفظهم وهندي وش هندي اسكت بس ما هندي توقف الكلمات توقف ما اقدر اقول شيء الله يرضى الله يجزاك الله يعطيك بيضة والله يجمعكم على خير الله يجزاك اللي في قلوبكم يسعدكم الحين بدنا نسمع هندي حضر بيض الله وجهه هندي بيتعشى معنا وبيشرب ابد المحل بيمشي عندنا سابق 27 طيب يا هندي انت حضرت الله يحييك هذا محمد عندك وهذول اخوانك وش بتقول اول شيء مسيكم بالخير طبعا المشاكل تصير بين الاخوان كلهم سلم عليهم الا محمد بطري خليل حبيت خشمه قبل شوي انا اخي عناد لك بس حبيت خشمه بس وبعض هرب حب خشمه بعد ما به شوف والله انا المرجله كلها عندك الله يسامحك الله يسامحك هذه كلمه اللي يقول هذا سلمت يا هندي انقال سلام المشاكل تصير من الاخوان اليوم صوره للسماح الحمد لله صوره للتسامح لا الحمد لله بقول لك شيء يا شيخ بقول لك حاجه اسلم انا قلتها للشيخ بقولها الحين المشاكل صايره في كل بيوت كل اسرار كل واحد عنده مشكله في بيته ما في احد مرفع سبحان الله تعالى لكن على قولتك الحياه تنازل إيه كيف يستمرون الاثنين لابد في تنازلات يا سلام لابد في تنازلات والله اني مصلي صلاه الفجر اليوم واني طالع من المسجد وانا ضايق تنبي الوشيعه اقول ما ادري من اللي دخل علي من الشباب قلت يا اخوي انا ضايق لا اله الا الله يا اخي انا تعبان انا ما ادري من هو والله ما ادري كنت في الصاله وقتها قلت يا اخوي انا ضايق انا ما عاد اقدر اجلس سبحان الله يعني كنت بالضايق بشكل انت ما تتصور علشان هالموضوع علشان انا لا ما ادري بس انا احس يعني كنت متضايق مره تجمعت علي من كل صوب سبحان الله اول شيء انا مبطي من امي ما كلمتها شيء ثاني اخوي هندي بيني وبينه مشكله يا الربع شيء يعني شوف اقرب اثنين اللي في الدنيا اللي ما عاد لي في الحياه لهم امي يا اخي امي ما اقدر اطلع من البيت انا هذه الايام الا امي راضي الثاني ابشر بالسعاده ان شاء الله تكلم امك من جوال اخوك هندي بعد شوي الله هذه جزاك الله خير يا ابو عبد الله هذه مني انا الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك يا ابو عبد الله والله نكلم خادمنا كله يا ابو عبد الله ان شاء الله باذن الله سام هي تشوف يا مرحبا بشبت محمد ايش تقول له يا ايش اقول اقول هلا بوالله قلبش بوالله قلبش وجعني والله فدوه ترجيل الشيء اللي انا اموت
اللهم الله يرفع قدركم ما شاء الله. انت انقطعتوا يا رب، انت شو تسوي يا رب؟ انا كنت اقول قدام ادخل في البرنامج انا ماني باكي قدام الشاشه اليوم هلت العبيلي وخربت الشغل كله. كان نفسيته تعبانه ولا احنا نجح. لا لا نبغى هذيك هذيك تكفى. لكن اما الحين بنحذف به من فوق المنار والله ما هذا وحول والله انا 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 نيابه عنه كتبت لي بيتين يقول انا اشهد لي بين الاخوان واحد يخنع له الطاغوت من طيب فاله لهيبة ما نالها بالمجاهد والنادرة تطمع لشوفة ظلام. الله اكبر الله اكبر. مرحبا بك. طيب شاعرنا زياد يقول حضر لك كم بيت. الله الله خلنا نسمع.